السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده معانا برج الدلو، قرايه فنجان برج الدلو. طبعا احنا قبل كده عملنا الحمل وعملنا الثور وعملنا الجوزاء والسرطان والاسد والعذراء والميزان والعقرب والقوس والجدي، والنهارده معايا حاليا برج الدلو. طبعا ما تنسوش الناس اللي اول مره تتفرج على فيديوهاتي، يا ريت تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان خاطر يوصلها كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو اعجبكم، وكمان تعملوا مشاركات علشان خاطر حبايبنا صحاب برج الدلو يتفرجوا على الفيديو ويستفادوا. اول حاجه يا برج الدلو، عندك طريق مسدود، عندك طريق مسدود يا برج الدلو، في طريق مسدود عندك بتحاول تمشي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. برج الدلو، برج الدلو تعبان، برج الدلو مش مرتاح، برج الدلو عنده مشاكل، عندك مشاكل. فنجانك يا برج الدلو تعبان، عندك مشاكل، عندك توتر، عندك خسرت ناس، خسرت ناس في الماضي او هتخسر ناس، او خسرت ناس يا برج الدلو، خسرت ناس بسبب ناس، بسبب اشخاص خسرت ناس يا برج الدلو، وهترجع تندم، عندك ندم، ندم شديد يا برج الدلو، عندك ندم شديد، عندك زعل، عندك تعب. برج الدلو معندهوش راحة خالص، دايما مش مرتاح مع الشريك يا برج الدلو، مع الشريك انت مش مرتاح خالص، دايما عندك اللوم من الشريك، عندك زعل مع الشريك، مع الشريك يا برج الدلو لو مرتبط فمع عندك دايما مشاكل. ده لو انت مرتبط، لو مش مرتبط فانا شايفة عندك لقاء عاطفي، لقاء عاطفي، اللقاء عاطفي هيكون حلو جدا يا برج الدلو، عندك خطوبة، عندك جواز، عندك ارتباط، عندك في العلاقة العاطفية يا برج الدلو تطورات جميلة. الكلام ده لو انت مش مرتبط او مش متجوز، لو متجوز فانت دايما عندك اللوم مش مرتاح في علاقة الزوجية، بس انا شايفة عندك ارتباط، الناس اللي مش مرتبطة عندها ارتباط، عندها علاقة حب جديدة، عندك جواز، عندك خطوبة، عندك لقاء انت مستنياه من زمان يا برج الدلو، فالعاطفة عندك هترتاح ان شاء الله بإذن الله. انت بتتعب، انت بتجاهد، انت بتبحث، انت بتبحث علشان خاطر تجيب الرزق بتاعك، علشان خاطر توصل لهدفك واحلامك ومستقبلك. عندك غدر، عندك خيانة، اتخنت في الماضي او هتتخان، حصل عندك خيانة في الماضي وفي خيانة تانية، عندك ناس بتبحث لك حفرة علشان خاطر توقعك، احذر، فضلك تكة واحدة يا برج الدلو وتقع في الحفرة، انت رايح للحفرة برجلك يا برج الدلو، احذر، انت رايح للحفرة برجلك، فضلك خطوة وتقع فيها، في ناس بتحاول توقعك في طريق مش كويس، احذر منها. عندك توقيع ورق، عندك توقيع ورق بالخير، عندك توقيع ورق بالخير، انت ناوي على الغدر، ناوي انك تمشي، ناوي انك تغادر المكان اللي انت فيه، او عايز تغير محل الاقامة بالكامل، عايز تمشي، عايز تهرب من الموقع اللي انت فيه او من الحياة اللي انت فيها. انت يا برج الدلو مش عاجباك عشتك، في بعض برج الدلو مش عاجبهم العيشة بتاعتهم، مش عاجبهم حياتهم اصلا، بيحاولوا ويبحثوا علشان خاطر يغيروا محل الاقامة اللي هم موجودين فيه. عندك حد شكليا اسود ذو ملامح عادية، الشخص ده لو انت انثى او انت راجل، شخص يا برج الدلو مش كويس النية من ناحيتكم، احذروا منه. شايفة ان انت حاليا عندك مشاكل مع الاقارب، عندك مع احبابك، مع اصحابك، مع اهلك، عندك مشاكل، انت حاليا مش مرتاح، انت حاليا في دوامة،
عالم بتوديك وعالم بتجيبك. برج الدلو مش مرتاح خالص، انت في دوامة، عالم بتوديك وعالم بتجيبك. انت الان عندك متاهة، عندك حيرة، عندك انا حاليا في الحاضر يا برج الدلو انت مش عندك راحة خالص. برج الدلو حاليا في الحاضر ما عندهمش اي راحة خالص، عندهم كل المشاكل وكل التعب بسبب تصرفاتهم، وبسبب هم بيخسروا ناس علشان يستجيبوا بناس تانية، بس الناس اللي هتخسروها حاليا هتندموا عليها وما هتعرفوش ترجعوها تاني، وكمان الندم مش هيفيد بعد الخسارة. اتمنى تعرفوا الناس اللي انتوا هتخسروها وتعرفوا قيمتها. شايفة انه في دفتر، في حقيقة هتتكشف عندك يا برج الدلو، في حقيقة هتتكشف، في دفتر هيتفتح، في ورق هتتمضي او هتمضي عليه، اهو يا برج الدلو، في ورق هتمضي عليه هيكشف لك الناس اللي هي بتحاول توقعك. احذر، دور على الحقيقة اللي انت بتحاول تعرفها علشان خاطر تعرف الناس اللي بتحاول توقعك. زي ما قلت لك يا برج الدلو، انت عندك خطوة وتقع في الحفرة اللي هم بيرسموها لك. احذر احذر احذر، في حد كبير في السن بيدعي لك، حد كبير في السن بيدعي لك وعايز مصلحتك وعايز يساعدك، عايز يديك فلوس، عايز يسفرك. في بعض برج الدلو ناويين على سفر، في حد هيساعدك لو انت ناوي على سفر، او انت او حد ناوي على سفر يا برج الدلو، في حد كبير في السن بيدعي لك وعايز يساعدك بقدر المستطاع علشان خاطر تغير المكان اللي انت فيه. في زعل عندك، في فراق، في حد هتحصل مشكلة هتزعلوا مع بعض، في فراق بينكم. احذر، زي ما قلت لك من ناحية العاطفة تطورات جميلة ان شاء الله بإذن الله. من ناحية المادية، من ناحية الفلوس، في منتهى الجمال، عندك اخبار حلوة ماديا، عندك طريق هيتفتح، هيتفتح الطريق ده. انت واقف وساطل وقاعد، واقف وساطل وقاعد بتعيط، ندمان، حزين، مكسور، هيتفتح لك طريق قدامك. انت بتقفل الباب على اوضتك وبتعيط وزعلان، اهو انت زعلان بس هيتفتح لك الطريق قدامك بفضل رؤية، بفضل مكالمة، بفضل حاجة صغيرة مش هتكون في الخيال ولا في البال، هيتفتح لك باب الرزق، هتعدي عليه بسرعة وهتكسب وهيبقى عندك تطورات من الناحية المادية. الطريق ده وصل لحد مستقبلك من ناحية المادية، ما تقلقش يا برج الدلو. الطريق، طريق الرزق واصل لمستقبلك، مستقبلك واصل لي الرزق. شايفة كمان عندك ان انت عندك طريق هيكون فيه سلامة وفيه سعادة وفيه فرحة، بس اخطي خطوة لي، اخطي خطوة لي يا برج الدلو. احذر يا برج الدلو، فنجانك ما بيبشرش بالخير خالص، عندك غدر، عندك خيانة، عندك ناس بتحاول توقعك، عندك كل المشاكل حاليا، انت مهموم، انت في دوامة، في عالم غير العالم، انت مش عايش اصلا يا برج الدلو. احذر 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 احذر، احذر من خسارة ناس انت بتحبها، وهتخسرها بسبب ناس، وهترجع تندم والندم مش هيفيدك، ترجع تندم والندم مش هيفيدك. في مستقبلك ان شاء الله باذن الله يا برج الدلو عندك ديك هينبهك على الحاجة قبل ما تحصل، عندك حد
هيكون قريب ليك، هيعرفك بقيمة نفسك وبقيمة مجهودك، وهيدلك على الطريق الصح ده في مستقبلك، بس بعد تعب، بعد تعب يا برج الدلو. عندك لقاء مع واحدة ست، عندك لقاء مع واحدة صاحبتك، اختك، حبيبتك، حد بعيد عنك، حد انت بتتمنى تشوفيه، وانت كذلك الامر عندك لقاء مع حد انت بتتمنى تشوفها، لقاء مع واحدة ست اذا كنت راجل او انثى، عندك لقاء مع واحدة بنت او ست بتتمني تشوفيها، ليكي فترة ما شفتهاش، بعيد عنك. عندك حد هيقدم لك الخير، او عندك حد هيقدم لك خير، هيقدم لك وردة في طبق من الذهب، هيقدم لك خير من بعد تعب، هيقدم لك خير. التفاحة الموجودة في فنجانك بتدل على النجاح، على حاجة في المدرسة، حاجة داخل التعليم، لو انت بتدرسي فعندك نجاح في الدراسة، لو انت بتدرس فعندك نجاح في الدراسة، عندك نجاح في توقيع ورق داخل سفر، داخل عمل، في العمل او في الدراسة عندكم نجاح. انت في الماضي اتذبحت بسكينة يا برج الدلو، حد ذبحك بسكينة، حد طعنك، حد شفت انت يا برج الدلو لما حد يضربك بسكينة مرة واثنين وثلاثة، انت حصل عندك كده يا برج الدلو، وعلشان كده بتقسى، بتكون قاسي في بعض الأحيان بسبب اللي انت شفته والتعب اللي انت مريت بيه. برج الدلو لو منتظرة طفل او ولادة عندك حمل، لو انت واحدة متجوزة ومنتظرة حمل عندك حمل يا برج الدلو، لو انت على وشق ولادة او انت حامل فعندك اخبار حلوة من ناحية الحمل، عندك مواليد طفل، في حد عندك يا برج الدلو بيبان ان هو ملاك، بيظهر ان هو ملاك، بيظهر ان هو حاجة من الجنة، وده العكس تماما، العكس تماما. في شوية نكسات او شوية مشاكل هيخبطوا على بابك وانت منتظرهم، او انت مستني خناقة، مستني حاجة انت بتخطط لها او عايز تعملها بسبب مشاكل، هتدخل في بعض المشاكل. عندك فرحة في ارض البيت، في بيتك عندك فرحة في البيت، الفرحة دي مش هتاخد كتير، تاخد لها كام يوم وتنتهي، الفرحة مش هتاخد كتير، هتاخد لها كام يوم وتنتهي. عندك حد يا برج الدلو بيحاول يرجعك ألف خطوة لورا، بلاش تسمع للناس يا برج الدلو، بلاش قالوا عادوا وانا هعمل وانا بلاش، بلاش كل حد يقولك اي حاجة تسمع له، بلاش انت تحكي عن اللي انت عايز تعمله، عندك حد بتمشي في طريق الصح بيرجعك تاني، عندك حد انت بتبقى ماشي وعارف نفسك ماشي في الصح وبيرجعك وبتسمع له، بلاش يا برج الدلو، فنجانك بيقول على بشارات كتيرة مش كويسة يا برج الدلو، احذر من اعداء، من خيانة، من غدر، عندك في المال هيتفتح لك باب رزق، عندك لقاء عاطفي، جواز، خطوبة، تطورات في الحياة العاطفية، بس حاليا انت في متاهة يا برج الدلو. اتمنى تكون استفدتوا من القراءة، ويا ريت يا برج الدلو تستفاد من قراءتي النهاردة خلال شهر سبتمبر اللي احنا فيه. ما تنسوش طبعا تعملوا مشاركات للفيديو علشان خاطر حبايبنا كلهم يتفرجوا عليه، وما تنسوش تشاركوني في التعليقات وتعملوا لايك للفيديو لو اعجبكم، او للناس اللي اول مره تشترك، اللي اول مره تتفرج على فيديوهاتي، لا تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان خاطر يوصلها كل جديد، وتحياتي لكم جميعا.